السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قصد المقبرة لكي يصلي على الأموات الذين دفنوا حديثا، وذلك بأن ينتقل بين القبور حديث بالدفن ويصلي على أصحابها، هل فعله مشروع؟ هذا تكلف، ولكن إذا عرف ميتا فاته الصلاة عليه قبل الدفن، ميت يعرفه، فلا بأس يذهب ويصلي على القبر مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأمة السوداء التي تقوم المسجد. أما عموم الناس يروح يدور القبور الجديدة ويصلي عليها، هذا تكلف ما لها أصل فيما أعلم. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.